السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بالصف السادس ان شاء الله. النهاردة يا اولاد هناخد الدرس التاني في القراءة اسمه ذكاء صبي. كنا خدنا مع بعض درس اسمه مفتاح النجاح، ان شاء الله النهاردة هناخد الدرس التاني اسمه ذكاء صبي. بيتكلم يا اولاد عن قصتين. القصة الاولى هنتكلم عن ولد صبي صغير اسمه الحسن ابن الفضل، وهنتكلم عن خليفة، خليفة المسلمين اللي هو الرئيس. دخل الحسن ابن الفضل وكان صغيرا على أحد الخلفاء، وأراد الحسن بن الفضل يا أولاد أن يتكلم، فمنعه الخليفة وزجره. كلمة زجره يعني منعه. الخليفة يا أولاد في الوقت ده كان عنده عدد كبير من أهل العلم، وده بيدل على حب العلم والعلماء. أراد الحسن بن الفضل أن يتكلم فمنعه الخليفة وقال: تتحدث في هذا المقام؟ كان ممكن الحسن بن الفضل يسكت، لكن ده ولد صبي كان ذكي وبيمتاز بالشجاعة. فرد الحسن بن الفضل بشجاعة وأدب وذكاء، وأتى بدليلين إن هو من حقه أن يتكلم. قال: يا أمير المؤمنين، ده كلام الحسن بن الفضل وهو صغير، أنا لست أصغر من هدهد سليمان، وأنت لست أكبر من سليمان، والهدهد قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، كما أن الله فهم الحكمة لسليمان وكان صغيرا، ولو كان الامر بالكبر لكان داود احق به. يعني اولاد الحسن الفضل بيقول الخليفه ايه ببساطه؟ انا مش اصغر من الهدهد. طب هو هيجيب مقارنه ليه بينه وبين الهدهد؟ الهدهد ايام سيدنا سليمان دخل على سيدنا سليمان، المفترض سيدنا سليمان ده نبي هو اللي يتحدث والهدهد يسمع. الغريب ان الهدهد هو اللي اتكلم وسيدنا سليمان هو اللي قاعد يسمع. السبب في ذلك ان الهدهد يا اولاد كان عنده علم. اذا مين حقه يتكلم؟ اللي عنده علم حتى لو كان صغير. فالهدهد اتكلم ايام سيدنا سليمان، فالولد بيقول له ايه؟ يا امير المؤمنين انا مش اصغر من الهدهد، وانت في نفس الوقت مش اكبر من سليمان، انت انسان خليفه عادي، انما سليمان كان نبي من الانبياء، وانا مش اصغر من الهدهد. والهدهد هو اللي اتكلم ايام سيدنا سليمان، قال له: احط بما لم تحط به. يعني ده دليل ان اللي عنده علم هو اللي من حقه يتكلم حتى لو كان صغير. وبيقول له: لو كان الامر بقى بالكبر، يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الكبير بس هو اللي يتكلم والصغير يسمع، يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى هيفهم الحكمة لمين؟ لداود عليه السلام أبو سيدنا سليمان لأنه كان نبي. لكن ربنا سبحانه وتعالى فهم الحكمة لمين؟ لسليمان وكان صغيرا. القصة الثانية يا أولاد بتتكلم عن الخليفة عمر ابن عبد العزيز وصبي وفد الحجاز. عندما انتهت الخلافة للخليفة عمر ابن عبد العزيز، يعني لما هو أصبح خليفة المسلمين يا أولاد رئيس، يعني أتت الوفود، يعني المقصود الجمعيات، من كل مكان لتهنئته، ومنهم وفد يسمى وفد الحجاز. لما بيبقى فيه رئيس جديد يا أولاد كل محافظة مثلا زي عندنا دلوقتي مثلا يبعتوا وفد، يعني مجموعة من الناس المتعلمة، علشان تقدم التهنئة لهذا الرئيس، وفي نفس الوقت بتقدم له بعض المشاكل اللي موجودة عندهم فين في المحافظة، عشان الرئيس هو اللي يوصي إن هي تتشال هذه الإيه المشاكل. وفد الحجاز دوت يا اولاد لما جه عشان يهني الخليفه عمر بن عبد العزيز كان يتقدمه صبي ولد صغير، واراد الكلام، ولكن الخليفه عمر بن عبد العزيز قال له ايه؟ يا بني فليتحدث من هو اكبر منك سنا، اسن منك يعني اكبر منك سنا، لانه حق بالكلام. الكلام مظبوط، الخليفه بيطلب من الصبي ان هو يسكت، وان اللي يتكلم اكبر واحد فين؟ في الوفد. رد الصبي قائلا: يا امير المؤمنين، انما المرء بصغري قلبه ولسانه. وبعدين يا اولاد قال له ايه؟ فاذا اعطى الله الانسان قلبا حافظا واعيا ولسانا لافظا ناطقا فقد اجاد له الاختيار، ولو كان الامر بالكبر لكان في مجلسك هذا من هو احق بالكلام. الخليفه يا اولاد قال له: صدقت، وطلب منه ان يكمل كلامه. يبقى لو خدنا بالنا القصه عباره عن ايه برضه؟ الولد او صبي وفد الحجاز لما اراد يتكلم الخليفه قال له: لا، يتحدث من هو اكبر منك سنا. الغلام رد عليه او الصبي رد عليه بدليلين يا اولاد قويين جدا ان هو من حقه يتكلم. فبيقول له: يا امير المؤمنين، انما المرء بصغريه قلبه ولسانه. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الانسان قلب حافظ واعي بيفهم، ولسان لافظ ناطق يعني يستطيع الكلام، فقد اجاد له الاختيار في ان يتحدث. طب لو كان الامر بالكبير هو اللي يتكلم، يبقى في المجلس ده من احق منك انت ايها الخليفه بالكلام، لان الخليفه كان في ناس اكبر منه. عمر قال له صدق، وطلب منه ان هو يكمل كلامه. فلما الخليفه طلب يا اولاد من الصبي ان يكمل كلامه، قال الصبي وفد الحجاز: نحن وفد الحجاز اتينا من بلدنا ونحمد الله انها تفضل علينا بك،
أتينا من بلدنا لا رغبة منا ولا رهبة منك، يعني احنا مش خايفين من حضرتك ولا حتى طمعان فيه. طب ازاي بقى الكلام ده؟ عدم الرغبة منا لأننا أمنا بك ونحن في منازلنا، يعني احنا أصلا بنؤمن بيك وعارفين انت إنسان عادل، فكده كده هتوفر لنا كل احتياجاتنا من غير ما نجيلك. وعدم الرغبة منك يعني مش خايفين منك لأننا نعلم أن عدلك سبق ظلمك، يعني انت مش هتظلمنا أيها الخليفة. الصبي يا أولاد، الصبي سمى الوفد وفد الشكر والسلام، يبقى هما كانوا جايين بس يشكروا الله سبحانه وتعالى ويسلموا على الخليفة. الخليفة عمر بن عبد العزيز تعجب من كلام الصبي لأنه ولد شجاع وذكي وفي نفس الوقت مؤدب. أول حاجة جاب دليلين من حقه يتكلم، قال له المرء احكم على الإنسان يا أمير المؤمنين بقلبه ولسانه. الحاجة الثانية لما جه اتكلم بشكل رائع جدا وعبر عن مطالب الوفد، إن هما جايين يشكروا ربنا وجايين يسلموا على الخليفة، إن هما بيؤمنوا بيه وإن هما مش خايفين منه لأنه إنسان عادل. الخليفة يا أولاد عمل حاجة عجيبة جدا، طلب من هذا الغلام أن ينصحه. يبقى نصح الغلام الخليفة قائلا إيه؟ يا أمير المؤمنين، هناك أناس خدعهم صبر الله ومدح الناس لهم. الناس كلها يا أولاد بتنخدع لما ربنا سبحانه وتعالى بيصبر علينا، ربنا بيصبر علينا عشان نتوب، والناس عمالة تمدح فيه وتذكر فيه كلام كويس، فبيعتقد إن هو أدى كل شيء للرعية بتاعته أو لشعبه، فهو بيقول له لا تكن منهم حتى لا تسكت، يعني ما تسمعش كلام الناس، انت ابحث بنفسك، دور شوف انت ظلمت الناس ولا انت بتقيم العدل بينهم. فقال له حذره، ولا تكون من الذين قال الله فيهم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عمر بن عبد العزيز يا اولاد بحث في سن هذا الصبي فوجده 12 سنة، عنده 12 سنة. فتعجب يا ولاد جدا من ذكائه وفصاحته. اما الصفات المشتركه بقى بين الصبيين الذكاء والشجاعه والفصاحه. ارجو تكونوا فهمتوا الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.